ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ونكون بدأنا بقى ذاكرنا كويس كده عشان نفهم الكلام اللي احنا هنقوله النهارده. انا بعمل لكم الفيديو زي ما انتم شايفين النهارده كده من جوه المعمل. حبيت بس اقول لكم ندردش سوا كده ايه الموضوعات اللي احنا درسناها، بحيث تبقى واخد بالك المفروض وانت بتذاكر تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. المفروض ان احنا خدنا ست شباتر. الشابتر الاولاني اتكلمنا فيه عن أنواع القوى اللي موجودة داخل جزيئات السوائل. طبعا مهم جدا في الجزء ده إن أنا أبقى واخد بالي من القوى المختلفة اللي إحنا قلناها، سواء قوى التشتت اللي هي لندن فورس أو ديسبرشن فورس أو الروابط الهيدروجينية أو ثنائي الأقطاب. إن أنا لما يجيني جزء في الامتحان سواء اسمه مذكور أو رمزه مذكور، إن أنا أعرف إيه أنواع القوى اللي موجودة داخل هذا الجزيء. مهم جدا ان انا ابقى عارف الخصائص بتاعه السوائل، سواء التوتر السطحي او اللزوجه. اتكلمنا عن عوامل بتاثر في الاثنين، فلما تسيل برضو فلان ولا فلان اعلى في اللزوجه ولا التوتر السطحي، محتاج ان انا افكر في العوامل اللي احنا شرحناها في المحاضرات. في الشابتر الثاني احنا كان في مسائل، يعتبر شابتر تاني ده من المسائل اللي فيه من اهم المسائل لان فيها افكار كتير. كان أول حاجة إن أنا بتكلم عن الطرق اللي بقدر أعبر بيها عن التركيز بتاع المحاليل. طبعا في فرق أصلا ما بين السائل والمحلول، برضو لازم أبقى واخد بالي منه. الشابتر الأولاني كنا بنتكلم في خصائص السوائل، بينما الشابتر التاني إحنا بنتكلم في محاليل. طرق التركيز دي اتكلمنا في طرق تركيز حاجات كتير مختلفة، المولارية والعيارية والمولارية والكسر الجزيئي وايه هو البي بي ام والبي بي بي. اتكلمنا في حاجات كتير قوي، كل حاجه ليها قانون، من خلال القانون بقدر احسب في المساله. المسائل ممكن تكون سهله ان انا اعوض تعويض مباشر بالاله، مش محتاج مسودات، لكن لو انا مش فاهم القانون صح انا مش هعرف احسب اصلا ايه المطلوب، ومش هبقى واخد بالي انا المفروض بستخدم كتله ولا بستخدم حجوم، بتعامل مع محلول ولا بتعامل مع مذيب. لازم ابقى واخد بالي من الكلام ده كله. كمان لازم اخد بالي من اليونتس، الوحدات في كل حاجه. كان في كمان في نهايه الشابتر بعد كده حاجه اسمها الخصائص الجمعيه او الكوليجيتيف بروبرتس. دي شملت داخلها كده قانون عدى اسمه قانون هنري، واتكلمنا فيه عن قانون راولت. الكلام ده كله كان معدي ضمن الكلام. وطبعا الخصائص الجمعيه دي نفسها احنا اتكلمنا عنها تفصيلي، سواء الضغط البخاري ولا درجه الغليان ولا التجمد ولا ضغط الاسموزي، كل ده احنا اتكلمنا عليه. وكان في كمان جزء في تحولات الماده، سواء بحول الصلب لسائل لغاز وهكذا، سواء السهم رايح او جاي. ما اتكلمنا على العمليات المختلفه بتاعه الانصهار والتجمد والتكاثف والتسامي والترسيب والكلام ده كله. اتكلمنا فيه ان انا ازاي اربطه مع الدلتا جي والدلتا اتش والدلتا اس اللي هم بيجوا لنا في الشابتر الثالث بعد كده. دلتا جي ودلتا اتش ودلتا اس دول هم الدوال الخاصه بالديناميكا الحراريه، اللي هي الطاقه الحره هي الدلتا جي، والانصالبي دلتا اتش والانتروبي دلتا اس. مهم جدا اكون عارف الاشارات بتاعتهم دلالتها ايه، ومهم ان انا اكون عارف كل واحد فيهم ممكن اقدر احسبه ازاي. وكان في علاقه كده في نهايه الشابتر بتربط الثلاثه مع بعض، اللي هي علاقه هيلم هولتز. الكلام ده كله شرحناه، فيا ريت اللي مش فاكره او حاجه وقع منه يروح يتفرج عليها ويشوفها تاني. بعد كده دخلنا في شابتر ثلاثه كان خاص بالديناميكا الحراريه. اتكلمنا فيه على القانون الصفري والقانون الاول والقانون الثاني والثالث بتوع الديناميكا الحراريه. القانون الثاني والثالث احنا خدنا المنطوق فقط، ولكن القانون الاول احنا خدنا مسائل باستفاضه وخدنا تطبيقات على القانون الصفري. خدنا ايه هي انواع الانظمه، ايه هو نظام الوسط المحيط، الحد الفاصل، ازاي اقدر افرق ما بين انواع الانظمه، ازاي اعرف الشغل وكميه الحراره اشاراتهم سالب ولا موجب من خلال منطوق المساله. برضو كان في وحدات لازم اخد بالي منها، سواء جول سواء كيلو جول، كالوري كيلو كالوري. لازم اخد بالي من كل الكلام الخاص بالوحدات قبل ما احل اي مساله ايا كانت على شابتر ايه. واتكلمنا كمان في داخل الشابتر ده على حاجه اسمها العمليات في الديناميكا الحراريه، ودي من الحاجات المهمه جدا ان انا اكون عارف كل عمليه بيكون ايه اللي ثابت فيها
درجة حرارة ولا حجم ولا ضغط ولا ايه، ايه الامثلة او التطبيقات اللي موجودة في حياتنا على كل عملية من العمليات دي. كمان في الشابتر ده اتكلمنا عن حاجة اسمها extensive و intensive probers اللي هي الخصائص المكثفة والشاملة. مهم ان انا ابقى عارف هي الخاصية اللي قدامي دي ما تسأل فيها، ممكن اتسأل في اي خاصية على فكرة غير اللي احنا قلناهم، هي تتبع عني نوع من الانواع، هي extensive ولا intensive، اعرفها منين، اسأل نفسي كده من خلال تعريفهم، هي متوقفة على كميات المادة ولا مش متوقفة ولا ايه. ده كان الشابتر الثالث. الشابتر الرابع احنا اتكلمنا فيه على الكيمياء الحركية، وكان مهم فيه ان انا اخد بالي برضو من كذا بوينت كده. اول حاجة كسؤال نظري مش مفهوش مسألة، ان انا اعرف ايه العوامل اصلا اللي متوقف عليها معدل التفاعل، وهل هو بيتناسب مع زيادة ولا نقص النواتج، ولا زيادة ولا نقص المتفاعلات، وكل عامل من العوامل دي علاقته طردي ولا عكسي. وبعد كده اتكلمنا على قاعدة لوشتليه، وفي فرق ما بين الاتنين على فكرة، لأن الناس مدخلة الاتنين دول في بعض. في فرق ما بين العوامل هتأثر ازاي على الريت اوف رياكشن أو معدل التفاعل، وما بين العوامل اللي خاصة بقاعدة لوشتليه دي حاجة تاني. ده كان بيتكلم على إن أنا لو أثرت على تفاعل فالتفاعل بيحاول يلغي التأثير ده، واتكلمنا تفصيلي على حالات مختلفة، سواء زيادة درجة الحرارة، زيادة الضغط، زيادة الحجم أو نقصهم، وإذا كان التفاعل طارد ولا ماص إيه اللي هيجرى فيه. فلازم أخد بالي من كل حاجة من الكلام ده يا جماعة، دي حاجة ودي حاجة، قاعدة لوشتليه دي حاجة والعوامل المؤثرة على التفاعل دي حاجة تانية. سؤالها مش بيبقى مسألة حسابية، ولكن هو بيبقى مسألة معتمد على تفكير حضرتك، أو سؤال معتمد على تفكير حضرتك، إن أنت تبقى فاهم المفروض لما أثر على التفاعل يمشي في أي اتجاه، يمين ولا شمال، بنقول عليها شيفت ليفت ولا شيفت رايت، لو هيمشي في اتجاه النواتج ولا المتفاعلات، نتيجة قاعدة لوشتلي مش نتيجة معدل التفاعل، عشان الناس ملخبطة الاتنين في بعض. قاعدة لوشتلي هي اللي السؤال بتاعها بيحدد لي أنا همشي يمين ولا شمال في التفاعل أو في المعادلة بتاعتي اللي قدامي. لكن معدل التفاعل ده سؤال تاني ليه علاقة بشكل نظري، ان انا لما ازود ده مثلا للضعف هيحصل ايه هنا، لما اقلل ده للنص هيحصل ايه هنا. بالنسبة لشابتر 5 كنا بنتكلم في تحديدا على موضوعين مهمين. الموضوعين يعتبروا هما بشكل رئيسي الأكسدة والاختزال وأعداد التأكسد. ممكن نقول بقى تحتهم دخل يعني شوية تفاصيل تانية، يعني مثلا بالنسبة للأكسدة والاختزال فمهم طبعا أبقى عارف لما يجيني أي معادلة بقى، أي معادلة كيميائية، هو مين حاصل له أكسدة ومين حاصل له اختزال، مين أكسديشن ومين ريدكشن، فين الأكسدايزنج ايجنت والريديوسنج ايجنت اللي هو فين العامل المختزل وفين العامل المؤكسد. أخدنا أنواع أصلا تفاعلات الأكسدة هي عبارة عن إيه، برضو لازم أكون عارف كل نوع، أعرفه إزاي من خلال معادلته مباشرة، أو ما أبص في المعادلة كده أعرف النوع بتاع التفاعل ده أي نوع من أنواع الأكسدة والاختزال. خدنا بعض الابليكيشنز أو التطبيقات الخاصة بالأكسدة والاختزال، في حاجات حوالينا بتحصل فيها عملية الأكسدة والاختزال. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني اللي هو خاص بالأكسديشن نمبر أو أعداد التأكسد، وأكسديشن نمبر هي أكسديشن ستيت، اللي هو إزاي أقدر أحسب عدد التأكسد الخاص بأي عنصر، ودي عليها أسئلة ومسائل كتير قوي قلناها، فمهم برضو أبقى واخد بالي لما يجي لي أي مركب أقدر أحسب عدد التأكسد بتاعه ببساطة إزاي. وطبعا الموضوع متوقف على حضرتك عارف بقيه العناصر اللي في المركب تكافؤها ايه ولا لا، لان التكافؤات دي موضوع احنا بندرسه يا جماعه من اولى اعدادي، فمش هيبقى نافع ان احنا نيجي نقف على حاجات نقوم قايلين مثلا الهيدروجين محادي ولا الاكسجين ثنائي، ده الكلام ده لازم تكون حضرتك عارفه عشان تقدر تجيب العناصر اللي هي في المساله او السؤال. بعد كده الشابتر السادس او الاخراني كان على الكيمياء الكهربيه. كان تركيزنا فيه اتكلمنا ايه هو الالكترولايت والنون الكترولايت، او ايه المواد الالكترولتيه واللا الكترولتيه، وقسمنا المواد الالكترولتيه كمان لحاجات ويك سترونج، اعرف الفرق ما بينهم ازاي، واتكلمنا عن انواع الخلايا الكهربيه سواء الخلايا الجلفانيه او الخلايا الالكترولتيه، ايه الفرق ما بينهم، مين انود مين كاثود، مين خصائص دي عيوب دي، الكلام ده كله لازم اكون اعرفه. ده بشكل عام كده الست شباتر اللي هي كانت خاصه بالمنهج، وكنا بنتكلم فيها يعتبر عن مقدمة على كل حاجة، سواء السوائل المحاليل، الكيمياء الكهربية، الديناميكا الحرارية، الكيمياء الحركية، الأكسدة والاختزال، كلها كانت موضوعات بشكل عام كده.
بحيث يكون عندك خلفية على كل موضوع. أرجو إن حضراتكم تذاكروا كويس وتهتموا إن أنت ما تسيبش أي جزء تتوقع إن هو مش مهم. كل الكلام اللي إحنا قلناه ده مهم ولازم أكون عارف ممكن أتسأل فيه إزاي. طول ما أنت قاعد بتذاكر كده أي مادة على فكرة، مش إحنا بس، طول ما أنت قاعد لازم تسأل نفسك كده أنا ممكن أتسأل في الجزء ده إزاي. أشوفكم على خير إن شاء الله، وأتمنى ليكم إن شاء الله درجات كويسة، وربنا طبعا ما بيضيعش مجهود حد. لو انتوا ذاكرتوا كويس هتلاقي درجات كويسة. اشوفكم على خير ومع السلامة.